شكرا جمانة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرانيتش موجز لأهم الأنباء يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على تطوير منطقة الرويسات في شرم الشيخ بشكل متكامل وشامل لمختلف الخدمات وخلال اجتماعه مع مستشاره للتخطيط العمراني اللواء امير سيد احمد ورئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه اللواء اركان حرب ايهاب الفار وعدد من المسؤولين اطلع الرئيس السيسي على سير العمل في بعض المشروعات الانشائيه بالعاصمه الاداريه الجديده خاصه ساحه الشعب والبرلمان وساحه المعارض كما اطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي الحالي بشان جهود ترميم وتجديد مقامات واضرحه ال البيت. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام احدث التقنيات والاجهزه التكنولوجيه في اقامه مختلف المشروعات الخاصه بالاتصالات والرقمنه ما يساعد على تعزيز جهود التحول الرقمي للدوله. وخلال الاجتماع الذي عقده لمتابعه الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القوميه في مجالات الرقمنه وتكنولوجيا المعلومات وجه الرئيس السيسي بتوفير التدريب التقني اللازم لرفع كفاءه الموارد البشريه واعداد اجيال وكوادر واعده وقادره على تنفيذ المشروعات الرقميه على مستوى الجمهوريه وخلال الاجتماع استعرض الرئيس السيسي مستجدات الموقف التنفيذي والإنشائي لمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة بلغ عدد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين خلال سابع أيام المعرض 82 ألف زائر ليتخطى إجمالي عدد الزوار خلال الأسبوع الأول حاجز النصف مليون زائر وذكرت وزاره الثقافه ان مبادره ثقافتك كتابك حققت نجاحا مميزا للدوره الثانيه على التوالي وتصدرت قائمه الاعلى رواجا حيث بلغت مبيعاتها ما يقرب من 65 الف نسخه للكثير من العناوين واضافت الوزاره ان هذه الدوره تمثل الانطلاقه الثانيه للمنصه الرقميه التي سجلت أكثر من 87 مليون زيارة وبلغ عدد الزائرين المسجلين عليها قرابة 520 ألف زائر أعلنت وزارة الصحة خروج 2001 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 362525 حاله وفي بيان الوزاره اليومي اعلن تسجيل 2278 حاله جديده و52 حاله وفاه اكد المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه ان محطات الشبكه القوميه للزلزال سجلت هزه بقوه 5.1 درجه على مقياس ريختر غرب جزيره قبرص على بعد 400 كيلومتر شمال دمياط، وقد شعر المواطنون بهذه الهزه دون حدوث خسائر في الارواح والمنشآت. أعلنت وزاره الدفاع الاماراتيه اعتراض وتدمير ثلاث طائرات دون طيار معاديه اخترقت المجال الجوي للدوله بعيدا عن المناطق المأهوله بالسكان، واكدت الوزاره في بيان لها انها على هبه الاستعداد والجاهزيه للتعامل مع اي تهديدات. وانها تتخذ كافه الاجراءات اللازمه لحمايه الدوله من اي اعتداء. بحث الرئيس الامريكي جو بايدن مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون هاتفيا تنسيق الجهود الدبلوماسيه وخطه تكبيد موسكو تكاليف اقتصاديه في حال غزو اوكرانيا. وفي بيان للبيت الأبيض أضاف أن الرئيسين اتفقا على مواصلة الاتصالات والتشاور مع الحلفاء في حلف شمال الأطلنطي والاتحاد الأوروبي بخصوص إدارة هذه الأزمة أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن زيارته إلى روسيا قريبا في إطار محاولات لنزع فتيل التوتر بين الغرب وموسكو وفي مقابلة مع التلفزيون الالماني قال المستشار الالماني انه سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو قريبا دون ان يحدد موعدا دقيقا لهذا اللقاء. يدخل منتخب مصر الاول لكره القدم بقياده البرتغالي كارلوس كيروش في التاسعه مساء اليوم اختبارا صعبا بمواجهه منتخب الكاميرون في الدور نصف النهائي لبطوله كاس الامم الافريقيه. واختتم المنتخب الوطني تدريباته استعدادا للمباراه والتي شهدت مشاركه حارس المرمى محمد ابو جبل في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي لتتاكد جاهزيته لخوض المباراه تأهل منتخب السنغال إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في الكاميرون بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أحمد أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي ومن المقرر أن يلتقي منتخب السنغال يوم الأحد المقبل الفائزة من مباراة المنتخب المصري ونظيره الكاميروني فيما سيلعب منتخب بوركينا فاسو مباراة تحديد صاحب المركز الثالث يوم السبت المقبل ختام موجز التاسعه نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد هذا الفاصل